فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة كثرة ارتداء الناس بعض النساء النقاب وبعض الملابس من البنطلونات وغيرها على مرأة من أولياء أمور، حبذا بكلمة توجيهية لهذا وخطورة هذا. والله يا أخي لا شك أن النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس وفي التطيب عند خروجها للسوق، وسبب ذلك أولا قلة الدين، لأنه إذا ضعف الدين قل امتثال أمر الإنسان، قل امتثال الإنسان لأمر الله. وإلا فالقرآن صريح: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وليضربن بخمورهن على جوبهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا يدل على أن الثياب في عهد نزول القرآن كانت إلى الكعب، لأن الخلف في الساق. وقوله ما يخفين دليل على أن اللباس ستر هذه الخلاخين. هذا واحد، ضعف الدين. الثاني ضعف الحياء، والحياء من الإيمان. كثير من النساء نزع منها الحياء والعياذ بالله، وصارت لا تبالي. كانت النساء في معهدنا التي لم تتزوج لا يمكن تخرج للسوق، وحتى لو دعاها أقاربها للبقاء عندهم في يوم ما تخرج إلا قبل طلوع الشمس، ولا ترجع لبيتها إلا بعد غروب الشمس. وقبل طلوع الشمس ما في أحد منتشر فيما عهدنا، وبعد غروب الشمس أيضا ما فيه لا دكاكين ولا غيره. ثم توسعت النساء بما يسمعنه من الوافدات إليه، وبما يسمعنه من وسائل الإعلام، وبما يمليه سفهاء الرجال. ومن الأسباب أيضا أن أولياء أمورهم لم يتقوا الله تعالى، ولم يراعوا الأمانة التي حملوها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. ثم هناك أيضا شيء آخر، وهو ضعف الرادع السلطان. يعني ما في رادع من قبل السلطان وولاة الأمور. كنا نعهد أن المرأة إذا أخرجت يديها وكفيها في السوق أدنى واحد من الناس ينهاها، ورجال الحسبة يصل الأمر بهم إلى حد الضرب. أما الآن فكما ترى المسألة، يا الله تمشي على برجل واحدة وعلى عصا. نسأل الله أن يقول الآمرين المعروف والنهي عن المنكر.